بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قدم الله جل وعلا السارق على السارقة، قدم الله جل وعلا السارق على السارقة لأنه في الرجال أكثر، في حين كما سيأتي في حد الزنا قال الزانية والزاني، لأنه غالبا أن المرأة لا يزنى بها إلا إذا كان ذلك بها عن رغبة، وإما غير ذلك لا يسمى زنا من قبلها. قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما عليه الجمهور أن السرقة تبدأ من ربع دينار فأعلى، أي أنه إذا سرق السارق ربع دينار فأعلى يقام عليه الحد. والمناسبة ما بين آية الحرابة وآية السرقة في أن آية الحرابة تتكلم عن من يأخذ أموال الناس جهارا، فالعرينيون عمدوا جهارا إلى إبل الصدقة وأخذوها، فهذا شيء لا يعمل خفية. أما السرقة فهو الشيء الذي يكون به أخذ المال خفية، أخذ المال خفية يسمى سرقة. وجعل الله جل وعلا الحد فيه قطع اليد من الرزق. والله تبارك وتعالى قال آية عامة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي يد السارق ويد السارقة. ولكن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنت لنا أن القطع يكون من رسغ الكف، لأن كلمة اليد تطلق على اليد، على الكف وعلى الساعد وعلى العضد، كل ذلك يطلق عليه يد، فالسنة حددت وبيّنت ذلك تفصيلا، وهذا من القرآن المجمل الذي بيّنته السنة، هذا من القرآن المجمل الذي بيّنته السنة. قال ربنا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. حول هذه الآية يمكن أن يقال أمور أدبية وتاريخية. ورد أن الأصمعي الأديب والراوية المعروف قرأ هذه الآية وبجواره أعرابي، لكنه قرأها جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، أي قرأها خطأ. فرد عليه الأعرابي أن هذا لا يمكن، فأعادها الأصمعي وقرأها صحيحة: جزاء بما كسب نكالا من الله، جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الأعرابي: الآن نعم، عز فحكم فقطع، أما أول لا يمكن أن تقول والله غفور رحيم، لأنه لو غفر ورحم في هذا الموضع لما قطع. وكلام العربي حسن جدا إلى حين، يعني إلا قليلا، بمعنى أن هذا فيه رحمة بالناس، لأن في تأديب من يسرق حفاظ على أموال الناس، وهذا رحمة بهم، وفي إقامة الحد عليه رحمة به أن يطهر، وفي إقامة الحد عليه رحمة به أن يطهر.